بارك الله فيكم. لم تفقد ثورة تشرين بريقها بشأن المطالب التي خرجت من أجلها، بل ازدادت تمسكا بها وبتحقيقها رغم العنف الحكومي والميليشياوي الذي يواجهه الثوار في جميع ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى، والذي تسبب باستشهاد المئات وإصابة الآلاف فضلا عن اعتقال آلاف آخرين. المتظاهرون في محافظة النجف أكدوا على مواصلة ثورتهم ضد الطومة الفاسدة حتى تحقيق مطالب الثورة بإسقاط النظام وأحزابه الحاكمة. الشعب العراقي بقى مناضل ويطالب بسلميته ويطالب بإزالة الأحزاب الفاسدة. الأحزاب الفاسدة دمرت النجف، دمرت العراق، المحافظات كلها منتفضة من البداية للنهاية، هاي الأحزاب ما تمثلنا. تكليف الكاظمي لم يمنع الثوار من مواصلة الثورة، حيث أكد المتظاهرون أنهم يرفضون جميع الوجوه التي تمثل أحزاب السلطة الفاسدة. أنت والكاظم وهاي الحبر بشيل وياك، اللي صار لهم سنين غاطين بالحكم وتبوقون بينا أنت وأحزابكم، أريد الله لا يوفقكم. بهاي المغربية وإحنا شباب عمي، قتلنا الجوع كفيلك العباس، أنا أطلع الساعة بثلاثة للعلوة. وارجع الساعة بثلاث العصر أنا شاد. ورغم الفقر المدقع الذي يعيشه العراق، إلا أن متظاهري النجف قالوا أن الحياة الكريمة هي أهم مطالبهم التي خرجوا من أجلها. هاي الحكومة ده ما تخدم هذا الشعب، مو بحال هذا الشعب، هاي الحكومة جاية بس تسرق وتمول أحزابها وتقمع هاي الشباب وظل بكراسيها، مو خدم لهذا الشعب. ومن خلال التهديد بالتصعيد السلمي ضد الحكومة وأحزابها، يسير المتظاهرون في النجف على طريق جميع الثوار في العراق، الطريق الذي اختاره الثوار من أجل إسقاط نظام المحاصصة الطائفية وتعديل الدستور والمطالبة بتغيير قانون الانتخابات وغيره من القوانين التي تخدم الأحزاب والكتل السياسية، فضلا عن تقديم قتلة المتظاهرين إلى المحاكمة العادلة.